ينتظر النادي الأهلي رد اتحاد الكرة حول موعد فتح باب القيد للموسم الجديد حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد بالقائمة المحلية ومن ثم إدراجهم في قائمة الفرق الأفريقية. ومن المقرر أن يشارك الأهلي في البطولة العربية التي تقام فعاليتها في مصر خلال الفترة من 22 من يوليو حتى 6 من أغسطس المقبل، ثم يستأنف بعد ذلك مشاركته في دور الثمانية ببطولة أفريقيا منتصف شهر سبتمبر. يذكر أن نهاية فترة القيد الأفريقية الثانية ستكون يوم 5 من أغسطس المقبل.